السلام عليكم. هذه الفيديو غنديرها للمريض اللي تعاني بدوالي الخصيه، والدوالي الخصيه راه مرض شائع وبغى يعرف شنو هو هذا العلاج بالقسطره، حيت المعلومات ما يمكنوش يبقى المعلومات كاملين في الانترنت ولا بوحدو. غنعطيكم المعلومات ديال هذه القسطره، شنو هي والمضاعفات ديالها ونسبه النجاح وداكشي. الو، القسطره هو علاج متقدم حديث، علاج بالأشعة التداخلية، سيتادير لا راديولوجي انترفونسيونيل. شنو هي؟ سيتادير تنعالجو المريض بالراديو، ماشي بفتحة، تندخلو غير بالشوكة اللي تنقيدوها بواحد الراديو و تندخلو في العرق. الوغ سوا بوغ دويلي الخصية، سوا تندخلو في واحد الوريد اللي كاين في الدراع، اللي هو الوريد اللي تنديرو فيه التحاليل، دونك شي وريد بسيط، و تندخلو في واحد الوريد اللي في الفخذ. اون فوا كو تندخلو الوسائل في داك الوريد، المريض ما تيبقى يحس حتى شي حاجه. تندخلو دونك الوسائل غير بواحد البنج تخدير محلي، المريض ما تيبقاش يحس حتى شي حاجه. ومن داك الوريد تنبقاو غاديين بحال صورو بحال في شي طريق، بحال في جي بي اس، تنبقاو غاديين بواحد السلوكه حتى تنوصلو للعرق لي مريض ديال الدوالي الخصيه، و تنصوروه. دونك هو راديو هاد القسطره، تنستعملوا الالات ديال الراديو ديال السكانير، تنديروا الراديو ديال داك العرق، تيبان لينا الوريد لي مريض وجميع التفرعات ديالو، و تنقدو تنعرفوا فين هي البلاصه، احسن بلاصه فين نعالجوه، احسن بلاصه فين نحطوا الوسائل ديالنا، وفين تندفعوا واحد الرغوه. دونك يمكن ندخلو داك لي كويل تيسماو لي كويل، راه كاين بزاف الطرق، كاين اللي تيدير لي كويل، كاين اللي تيدير واحد لاموس تتسمى الرغوة، كاين اللي تيدير لصاقة لاكول، كي تدير لاكول باش تيتشد داك الالات، وكاين وسائل اخرين، مي اللي تنستعملو بزاف هما لي كويل، لاموس و لاكول لصاقة. دونك تنعالجو داك الوريد في بلاصة ما الجراحة تيحيدوه، حنا في بلاصه ما غير نخيطوه بالجراحه، راه تنديرو فيه غير واحد الاله و تيتشد داك العرق، دونك المريض تيبرى. الوغ الناس تيسولوني واش من تنحيدو داك الوريد واش ما تاثرش على الذات. راه خصكم تعرفوا بحال في الجراحه ديال هاد الدوالي الخصيه، تنحيدو تنشدو واحد العرق اللي هو مريض مضر، هذاك العرق اللي هو مضر ما بقاش صالح الخصيه، بالعكس رجع تيأثر على الخصيه. دونك الواحد باش من تنعالجو تنحيدو هذاك الوريد اللي مريض اللي فيه اللي تيسبب تراجع ديال الدم، والحمد لله راه الدم راه تيدوز من طرق اخرى، اوردة اخرى. دونك بحال تماما لي فاريس ديال الرجلين، تنديرو نفس الطريقه، تنحيدو وريد مريض، والحمد لله راه كاين اوردة سطحيين لاخرين اللي هما سليمين اللي تياخذوا عليه. دونك هذه هي القسطره، تندخلوا في واحد الوريد غير بواحد الراديو غير بشوكه، دونك المريض ما تيحس حتى شي حاجه بالنسبه له بحال ولا تيدير راديو، و تنشدوا داك العرق اللي مريض. دونك اون فوا تنشدوا العرق مريض، المريض تيرتاح واحد الساعه فراشو في واحد الساعه، و تيخرج يكمل حياته عاديه كما بحال ولا دار غير شي راديو. دونك ما كاين لا الام لا ندوب، ما تيجيش مخلوع المريض حيت تيعرف بالنسبه له غيجي تيجي مرتاح حيت غيدير غير بحال شي راديو. داكو المضاعفات ديال القسطره قلال بزاف، ماشي هما المضاعفات ديال الجراحه، قلال بزاف على الجراحه، ما فيهاش داك التدفق الماء اللي تتوقع بزاف في الجراحه، وما يمكنناش نقيسو داك القناه اللي تيديو الحيوانات، ما يمكنناش نقيسوهم، الوغ كو بالجراحه كلهم يتقاسوا، وما عندنا حتى شي وسيله باش نعرفوا بان هذوك تقاسوا. دونك ونسبه النجاح في القسطره بيان سور على حسب التجربه ديال الطبيب اللي تيمارسها. حنا عندنا 95% نسبه النجاح، والاغلبيه ديال لي سونتر اللي تيديروا هاد القسطره يوميا عندهم نسبه النجاح جد جيده. داكور، احسن من نسبه النجاح ديال الجراحه. ومن بعد الواحد من تيتعالج بهذه القسطره بحال ولا تعالج حتى ولا تعالج بالجراحه، تنديرو ديما كونترول، تنديرو واحد الكونترول، تنشوفوا المريض كمراقبه اليوم من بعد العمليه ولا سيمانه من بعد العمليه، وتنديرو فحص بالصدى، تنديرو داك الراديو باش درنا التشخيص في الاول، تنتاكدوا بان ما بقاش دوالي الخصيه.
هاد سنعرفوا بان راه المريض راه برا. من بعد من دار هاد الكونترول تنشوفوه واحد 3 شهور حتى 6 شهور من بعد العمليه، وتنطلبوا له التحليلات المالي اللي بيان سور راه من الاحسن راه دايرها قبل العمليه، ومن بعد تعاود يديرها 6 شهور من بعد العمليه باش نشوفوا المالي ديالو واش تحسن ولا ما تحسنش. اغلبيه الوقت تيكون تحسن كبير ديال عدد الحيوانات والتحركات، وتنقصوا التشوهات ديال هاد الحيوانات. دونك تنتمنى بان استفدتوا من هاد الفيديو، وبان انا حاولت نعطي جميع المعلومات. والواحد ملي تيكون مريض بهاد الدوالي خصو يعرف، راه خصو يشوف الطبيب يشخص له هاد الشيء، واللي يشوف له بزاف د العوامل باش نقرروا واش يتعالج هاد المريض ولا يبقى غير في المراقبه. شكرا.